هو مفهوم الثقافة والإعلام هو كما كنقولوا حديث طويل، لكن دائما نكون مكرهين بالوقت وللأسف. يعني حتى كنجيو حتى للثقافة والإعلام وكنقولوا أننا مكرهون بالوقت. شكرا دكتور فؤاد. صحيح كاين كما كنقولوا كثير ما يتقال، واللي كنا كنتمناو يشير له شار له في اخر لحظه، دار بحال الاخبار الاخيره. لكن نتمناو انها اعاده الصياغه والمفهوم ديال الثقافه انها تكون هي اول شيء. اكيد نشتاق لمداخله الاستاذه عزيزه يحيى عمر، هي رئيسه رابطه كاتبات المغرب، في مداخله عن الوساطه الثقافيه من خلال الدور الذي تلعبه رابطة كاتبات المغرب كإطار ثقافي والتسويق الثقافي للمشروع. فتحت تصفيقاتكم لهذه المناضلة أحييها ونقول لها الحمد لله على سلامتها، لأنها عانت من وعكة صحية، ولكن نقول لها هي النفس لكل الرابطة، لكل الكاتبات المغرب. فمرحبا بك أستاذة عزيزة يحضي، تفضل. مساء الخير. ربما غادي نطرق الموضوع قد يكون جديد في التناول في الثقافة الثقافية الوطنية، وكنعتبره من أهم المسالك الحقيقية إلى حنا بغينا نتجد يوميا من خلال الوساطة الثقافية أو التداخل الإعلامي بالثقافي، وكلاهما كيلعب دور لأن ما يمكنش يعيش واحد بعيد عن الآخر. إحنا مطالبين في المملكة اليوم أننا نجد طرقنا ونجد حتى الأساليب التعامل في ظل مجتمع عالمي منفتح على التكنولوجيا. فين حنا؟ هل غادي نبقاو كمجتمع مدني بعيد عن التأثير في القرار الثقافي، وكذلك قرار الانتقال ومن وضعية لوضعية، أو أننا نكتفي بأن نكون مساهمين ننشط ونستهلك؟ فمشروع ثقافي لأي جهة كانت لازم تكون فيه أساسيات للتواصل. التواصل بطبيعة الحال يجي عن طريق وسائل الإعلام، وهذه الوساطة اللي تعتبرها يجب أن نرتقي بمفهومها وفي التعامل معها، لأنها سيف ذو الحدين. احنا اليوم في المغرب ما كنفتقروا لحاجة اسمها التسويق الثقافي. هل الوساطة الثقافية تلعب هذا الدور؟ تلعب في غياب برامج واهتمامات رسمية بالمشروع الثقافي، ودليل قاطع على أن بزاف الحوايج اللي وصلنا بأننا فشلنا فيها لا على صعيد التخطيط الرسمي ولا الجهوي بفعل غياب فتح قنوات التواصل آلية الوساطة الثقافية. يابا فبكل فخر كنعتز أنني نقدم تجربة رابطة كاتبات المغرب كشريك من خلال المجتمع المدني في تغيير قاعدة معينة أو توجه عشنا عليه، لأننا يجب أن نتجدد. ماشي نتجدد في أفكارنا، نتجدد في استعمال آليات الوساطة حتى ننفتح نصل لربما نكتسح وعلاش لا. وأنا أؤمن بالشيء اللي قالوا الدكتور على الثروة، بحيث أن ممكن المجال الثقافي هو إذر عملة صعبة، وحتى يمتص جزء كبير من البطالة. فوقاش غادي يمكن نكون لحد الساعة ما فكرناش لا كمشرعين ولا
سياسيين او مهتمين اننا نخلقوا المقاوله الثقافيه. بين حنا خدنا واحد التجربه كبيره في رابطه كتابات المغرب، 53 فرع داخل المغرب مغطين التراب الوطني، 18 فرع من مغربيات العالم. مرينا من هذا النفق الضيق اننا نوصلوا لشيء اسمه السياسه الثقافيه، ومن بعدها نجيو للهندسه الثقافيه، ومن هناك هذا المشروع الثقافي ينتقل الى الصناعه الثقافيه. ولكن هذه مجهوداتنا، كل وحده حسب الامكانيات الفكريه والماديه ديالها اشتغلنا عليه. الا حنا بغينا ننتقلوا الحين للصناعه الثقافيه، وهذا اهم شيء وحنا غادي نشتغلوا عليه وغادي نقدموا ورقه للمشرع، انه بحيث اذا كان المثقف يشتغل بدون ما يدخل ما يشري به حاجياته او حتى يطور به الياته، فغادي نبقاو اكيد على ان الثقافه فقيره، لان المثقف حد ذاته فقير. الا ما فكرناش التحسين من المستوى الاجتماعي والمادي للمثقف، ما غاديش نتحركوا من بلاصتنا. اذا الوسائط الثقافيه منها اننا خلق المقاوله الثقافيه. فحنا دابا في اطار زحزحات الوضع الحالي نطالب خلق المقاوله الثقافيه. المقاوله الثقافيه يجب نطالب انها تدخل في ضمن الخدمات بالنسبه لغرف التجاره والصناعه والخدمات، اللي لحد الساعه حنا كمثقفات دايرين علامه استفهام على دور هذه الهيئه المنتخبه. الى دخلنا في خدمه في جانب الخدمات، اذا معناتها اننا من حقنا، لان من خلال الوساطه ومن خلال الانتاج الفكري سواء كان السينما او التلفزيون او انتاج الكتاب او انتاج حتى الفكره، حتى المراكز الدراسات والبحوث خاصه تدخل في هذا الاطار. بمعنى ان لما يكون المجتمع المدني قادر على انه يؤسس لوساطه ثقافيه جديده في بلاد، معنى اننا مشاركين فعليين وشريك فعلي في الانتقال الى الافضل. المؤسسه او المقاوله الثقافيه يبدا يجري علينا ما يجري على كل الاصناف اللي داخله في خانه الخدمات بالنسبه اللي كيعترف بها المشاريع بالنسبه لغرف التجاره والصناعه والخدمات. ولكن علاش مراكز الاستثمار اللي حنا دابا في معالجتها، علاش ما تضم انه يكون المجتمع المدني الثقافي فرض على ان هذه مراكز الاستثمار تكون عندها كذلك واحد الخانه اللي تدعم منها المشاريع الثقافيه، وبذلك ننمي كذلك الفكره والمشروع لدى المغاربه المهتمين بهذا الشان، ونكونوا ساهمنا في وعي والانتقال الى مرحله الصناعه اللي يتكلم عليها كذلك الدكتور بالنسبه للصناعه الاعلاميه في دول متقدمه. احنا اولا ربما الشيء اللي احنا مغاربه خصنا نعتزو به، تفتقر له بلدان كثيره، شمال افريقيا دول الشرق الاوسط، هو اننا احنا عندنا حضاره. اولا دوله قائمه المؤسسات 13 قرن، عندنا أول جامعة اللي تأسست في الغرب الإسلامي، وسعيدة باش أنني بأنها كانت امرأة على أي هذا جانب آخر. إضافة إلى أنه إلى نمينا قدراتنا واستغلينا ما هو ثقافي، واشتغلنا على الوساطة الثقافية من خلال وسائل الإعلام، واشتغلنا على وساطة الإعلام من التداخل مع الثقافي، هي تقدر تكون نقولوا سياسة ومشروع حكومة، ولكن ما نبقاوش احنا ابدا ابرياء كفاعلين اجتماعيين في المشهد الثقافي الوطني. ماشي اننا نجلسوا ونرفعوا ايدينا وننتظروا السياسي او
المهندس ديال البرامج الحكومية أنه يوضعنا في يخص شوية ديال النضال ديال طرح الأفكار الجديدة خص في المغرب. وأنا فخورة وأعجبت بهذه الكلمة لأنها هي صميم المشروع ديال رابطة كتابة المغرب لما قال سيدنا في افتتاح الدورة التشريعية: المغرب بلد الفرص وليس بلد الانتهازيين. إذا هل الوساطة حل المواطنة وساطة؟ وكيف غادي نلعبوا الوساطة ديال المواطنة ديالنا داخل المشهد الثقافي والإعلامي؟ كتحتم علينا أننا نكون كلنا سفراء ونرتقي بعمل الآخر هو اللي يجي عندنا هو اللي ينفتح علينا. وهذه السياسة يجب أن المجتمع المدني يشتغل عليها في غياب برامج رسمية، حيث أن تدخل فيها الدبلوماسية الثقافية وزارة الشؤون الخارجية وزارة الثقافة، تتدخل كذلك السياحة، تتدخل فيها وزارة الداخلية، الوزارة المنتدبة للجالية، المرأة، الوزارة المكلفة الصناعة التقليدية، أشياء كثيرة تتدخل الجماعات الترابية. فرابطة كتابة المغرب انتقلنا بهدوء واشتغلنا على الوساطة الثقافية بحيث أننا قدرنا أننا ننقل تجربتنا البلدان المغرب العربي بالأربعة، ونقلنا الحين تجربتنا للدول أمريكا اللاتينية، حيث لم نستورد، احنا اللي اعطينا هذا نوع من الوساطة اللي يعطي قيمة مضافة للمواطنة الوطنية، الانتماء لإشعاع البلد اللي تنتمي له ذلك الموروث الثقافي او ذلك العمولة الثقافية. الاشتغال على رأس المال اللامادي، واش هنا خلال من بعد فترة الاستقلال كاملة هذه السنوات قدرنا كفاعلين أننا نشتغل على رأس المال اللامادي. بكل صدق بلادنا متأخرة جدا، وربما هذا هو اللي خلانا نكون متأخرين في الترتيب ديال التنمية البشرية عالميا، وما كنظنش أن الدولة ولو ترصد مليارات ديال الدرهم، مكنقولش السنتيم، كنقول مليارات ديال الدرهم، انها تقدر تمشي خطوات واضحة وقوية ومشاريع و تغير من نظرة اللي قد تكون تعيق حتى ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وحتى ما هو فني ورياضي او بالاساس ثقافي، إذا أخذت شريك أساسي في هذا الجانب من المجتمع المدني. إحنا تنقولوا مثلا في الوساطة العائلية، كنقولوا إلا ما ربحناش أننا كنا في رابطة كتابة المغرب أسسنا لفعل ثقافي مغاير، ربحنا حاجة واحدة اللي كنقول ولو ترصد لها الدولة الملايير ما تقدرش تقوم بالخدمة اللي قمنا بها. اولا ان توصلوا الرقم 6000 مبدعه، بمعنى اننا وصلنا الرقم 7 المليون ولا 8 المليون ديال المغاربه من الاجيال اللي كتنتجها هذه الكاتبه او المبدعه من خلال الدار. وضع السؤال: هل هو وساطه ثقافيه او وساطه اعلاميه ام انتقال سياسي لوعي اجتماعي ثقافي للفاعل؟ وهنا خاص الآخر يرتقي أولا بالخطاب، وأنا معك سي فؤاد، لأن الارتقاء بالخطاب يعطي وساطة أخرى، بكون أنه يعطيك بأن ذلك الفاعل على مستوى من التمكن والقدرة، وعلى القدرة ماشي فقط على التواصل وعلى أنني نسوق لك، القدرة حتى على الدفاع والترافع. ولما تدخل الوساطة الثقافية والإعلامية في الترافع
عن المكتسبات، عن الخصوصية، عن الحمولة، عن الحضارة. فمعنى أننا وصلنا أننا نمينا شعب متكامل يعي متى يتحرك ومتى يقف. فرابطة كتيبة المغرب وضع السؤال عند الأجيال، عند الطفل، عند الابن، عند الأخ، عند الأب، عند العم، عند الخال داخل البيت من خلال الكتابة، وممكن تحرق الغداء في هذا وساطة ثقافية لأنها كنت كتكتب. فوصلت إذن وضعت السؤال، إذن إحنا راه اشتغلنا، إذن احنا موجودات حياة نقيم او نساهم او نشاغب. لما يتوصل الوساطة الثقافية انك وهذه اساسية وبغيت نتكلم عليها لانه تغيب في الساحة الوطنية حاليا، اننا من بعد ما كانت نخب كبيرة في المجال الثقافي نعيش واحد الغياب كلي على الاسماء اللي يمكن تكون الجابري الله يولي برحمة الله، والأسماء كلها اللي رحلات البطالات يتازي أسماء كبيرة اللي احنا افتقدناها في الساحة أو مفكرين بالمفهوم. واش احنا قادرين على خلق الخالف؟ قادرين على اختراق الآخر؟ قادرين على أننا ننجل فكرة؟ شنو تيطلب منا؟ واش أننا نكون مجتمع ثقافي يقبل بالنظر القليل، أو مجتمع ثقافي فاعل قد تكون عنده مؤثرات ويؤثر في القرار السياسي؟ وإذا كان المثقف لم يرتقي بوساطته وبإمكانياته في التأثير في القرار السياسي، فكان اعتبر بأننا لازلنا ذاك المثقف المحتشم الذي لا يملك القوى الاقتراحية. فرابطة كاتبة المغرب عززنا كل هذه الأساسات داخلها، بنينا مجتمع مدني ثقافي يعي ما عليه، يلعب دوره وكذلك ينتج ويساهم. ولكن ما قدرة الآخر على استيعاب هذه الوساطة اللي نشتغل فيها؟ ماشي مشكل الفاعل أبدا أنه ينتظر الآخر كيفاش يمكن يتعامل معه، قد يرفض، قد يق، قد كيجي حاجة غريبة. ولكن الجميل جدا أننا كاملين كنشتغلوا كل واحد بحسب مفهومه وحسب الإمكانيات ديالو، حسب الإبداع ديالو في المجال ديالو. للحين نؤسس لثقافة الوساطة، نؤسس لوساطة الإعلام، نؤسس للمثقف الوسيط، نؤسس لمجتمع مدني قادر أنه يكون شريك وقادر أنه يكون فاعل. بالطبع الحال هذا انفتاح جديد في التعاطي لوزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة مع المجتمع المدني، نتمين ذلك. كنشكر المديرية الجهوية لجهة طربات صلة القنيطرة لقطاع الثقافة، أشكر فرع رابطة أو رابطة كاتبة المغرب فرع الرباط، أشكركم حضوركم، هنيئا لنا بالنضج الثقافي لدى المثقف المغربي. شكرا لك أستاذة عزيزة.